لو بتدور على قرض يكون من غير فوائد وأقساطه بسيطة يفك زنقتك، يبقى اسمعنا لآخر الفيديو وأنا هقولك على قرض مش هيدفعك مليم فوائد وكمان قسطه من 150 ل 300 جنيه بالكتير جدا. لكن إيه بقى تفاصيل القرض ده وإيه هي شروطه والأوراق المطلوبة وإيه كمان اللي بيميزه عن أي قرض تاني؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. ناس كتير بيسعوا دلوقتي انهم يلجأوا للقروض علشان يفكوا زنقتهم او يسدوا اي مديونية عليهم، لكن للأسف بتواجههم عقبة وهي الفوائد اللي بتكون على القرض. عشان كده وزارة الأوقاف اعلنت عن القرض الحسن للعاملين في الوزارة وكمان للموظفين. لكن ايه التفاصيل بقى؟ زي ما قلنا ان القرض ده متاح للعاملين بوزارة الأوقاف او القطاع الحكومي، بس كل قطاع من دول ليهم شروط عشان تقدر طبعا تستلم القرض. بس في الاول خلينا نبدأ بشروط القرض للعاملين بوزارة الأوقاف. دول بقى علشان يقدموا لازم يكون مر 5 سنين على الأقل في شغلهم، ساعتها هيكون قرض بحد أقصى 20,000 جنيه بدون أي فوائد، وده بعد ما الوزارة قررت إنها ترفع الحد الأقصى للقرض. بس عشان تاخده ما ينفعش تجمع بين القرض ده وأي قرض مصرفي تاني وما يكونش عليك قرض من الأوقاف ما كملتش سداده، وإن تكون المدة المتبقية ليك في الخدمة وإنت بتقدم عليه أكتر من 3 سنين. أما بالنسبة للأقساط فأنت هيتخصم منك 300 جنيه شهريا على 50 شهر أو على حسب المبلغ اللي انت صرفته. ولو ده مش اول قرض ليك من الاوقاف فانت مش هتعرف تجدد طلب القرض ده الا بعد ما تسدد اقساط القرض اللي انت قدمت عليه بالفعل. طيب لو انت بقى محتاج القرض بس ما كملتش ال5 سنين هتعمل ايه؟ هنا الوزارة قالت انك ممكن تقدم على القرض عادي جدا بس بشرط ان مدة الخدمة ما تقلش عن 3 سنين، بس ساعتها هيتصرف لك 6000 جنيه هتتخصم على 40 شهر يعني 150 جنيه شهريا. اما بقى بالنسبة للموظفين والعاملين بالجهاز الاداري في الدولة فدول هيتصرف ليهم مبلغ القرض الحسن حسب مدة الخدمة المتبقية بحد اقصى 10000 جنيه، ساعتها هيتخصم منهم 300 جنيه شهريا، بس بشرط ان تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض 3 سنين وهو بيقدم عليه وما تقلش مدة خدمته عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة وفقا للقانون المنظم. وطبعا لازم ما يجمعش بين القرض الحسن واي قرض مصرفي تاني ولا يكون مدين بفيزة مشتريات مثلا، عشان كده مش هيقدر يجدد القرض غير لما يخلص كل الاقساط اللي عليه. لازم تقدم كمان اقرار بقبول تحويل المرتب لاي فرع من فروع بنك مصر، ده كمان بنك ناصر بيقدم لك القرض الحسن بحد اقصى 10000 جنيه وبدون فوائد وبمصاريف ادارية بسيطة وبيتسدد على اقساط شهرية لمدة 3 سنين بس بيتم إعدامها في حالة وفاة المقترض، يعني كده هتدفع كل شهر 280 جنيه لمدة 3 سنين. لكن علشان تقدم عليه بقى لازم يكون مر 3 سنين على خدمتك، ولازم تقدم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحول القسط أو المرتب على البنك. دلوقتي بقى قولنا رأيك إيه في قرض وزارة الأوقاف.